تلاقي الارض اللي شايفينها هون هاي كانت كلها باللين وشوك، هاي ما كانت ارض زراعيه، استفدت باستصلاحها. قربت اول مرحله على تسويه الارض، من بعد منها قربت على خزان، من بعد منها قربت على حيط مع منظمه الفاو اللي ساعدتني فيه. زارع 1000 متر، بعد ما صار الخزين عندي زرع 6000 متر. الحمد لله مش عم نلحق، ورشي كلهم يعني يا جوب الاحداث يعني اغلبهم كله لاجئين. قبل ما تحمل المعول تفوت على الجنينه مول ورقه وقلم وعن جد انك تربح. بفكر إذا الله راد السنة الجاية أعمل بيوت بلاستيك وإزرع فيها بندورة لأنه علمونا طريقة التسويق الصحيحة. هذا يعني عز إلي إني عايشة بأرزاقي صغير.